تحرص معظم الجهات العامة والخاصة على استعراض خدماتها المقدمة للجمهور وفق أعلى معايير الجودة والدقة، وهو ما تقدمه معظم الأجنحة المشاركة في مهرجان الشيخ زايد لهذا العام، ومنها جناح الجينوم الإماراتي. يهدف برنامج الجينوم الإماراتي إلى وضع خارطة شاملة للبيانات الجينية الوراثية لمواطني دولة الإمارات لتسريع وتيرة حلول الرعاية الصحية الوقائية والتشخيص الدقيق للأجيال الحالية والمقبلة. ويقوم البرنامج بدراسة جينات المواطنين في جميع أنحاء الإمارات عبر استخدام أحدث تقنيات تسلسل الحمض النووي، والاستفادة أيضاً من القوة التحليلية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، كل هذا لتحسين الصحة العامة لمواطني الدولة. ويتيح جناح الجينوم الإماراتي في مهرجان الشيخ زايد الفرصة لزواره للاطلاع على كيفية عمله بدقة، كما يقوم الجناح بإجراء تحاليل الجينوم للمواطنين والزوار في المهرجان.